سيدي ايش نقول؟ نعم احنا جينا حابين نشوف شنو احوالكم. بارك الله فيك عايش. حوالي بالنسبة لي هنا خدام انتريتي حاضر. شاريتي 300 دينار. هكا هو. والله. شاريتي 300 دينار. هذه دار اختي. دار ملك اختي. خلتني فيها تخدم في البرا في الخارج ويرحم والديها والله يثبت اجرها. وفهمتي. وتعيل في ثلاثة صغار. ها؟ نعيش معايا توا ثلاثة صغار. ثلاثة صغار وأمهم أربعة. أربعة وأمهم خمسة بالعائلة. 300 ألف شنو باش تعمل؟ والله. والله 300 ألف. لوين باش تقبل 300 ألف؟ الحمد لله والله ما يعطيني ما يعني كرم. هذه يا حاجة كي نمشوا للجمعيات في رمضان تقيدي شوية قضية وتحكي لهم وبقادي ما يملوكش. والله حتى على طرف قضية ما يعطوكش تبحثك على الكارني تبحثك على الفلوس تبحثك على 100 حاجة. اسمعني. أنت بدلت الروبة وأنت لسانك تسرح تبارك الله عليك. ها؟ بدلت الروبة لسانها تسرح. أمورها واضحة. خايفة منك. قلت الراجل. هكا ولا ايه؟ اي عندها هكا مكنهم الرعب صدقني. باهي اجا نقول شنو تتمنى على ربي انت؟ شنو هكا امنيتك توا هالايامين تتمنى؟ توا عمري 70 سنة. نتمنى على ربي معناها ربي 70 سنة؟ منين؟ 70 بالحق تحكي والله شاك صغير ولا غزير؟ الحمد لله 54 ويتقطر في الجبال شاك صغير؟ الحمد لله انت انا في بالي باش نشوف الكبار هكا ما لقيتش المرأة هنا. سبعين عام الحمد لله تبارك الله الحمد لله 70 سنة عمري ونتمنى على ربي معناها يقبلني بالعفو والغفران ونتمنى على ربي نعمل عمرة ولا حاجة وكو يعني سكنت في دار اختي والحمد لله واللي يعطيني ربي انا راضي. ربي سهلك في عمرة ربي سهلك في حاجة ربي سهلك في عمرة ربي سهلك في حاجة عايشك. مش عاملين ليميت عيد ليميت عيد هلايوم؟ لا العيد والله يصاب مش حتى في مخ ما عنديش مليون و300 مليون ونص خارج ما لا طاقة لي بيه ولا ما نجمش لا نجم نعيد ولا نجم اي وصغار شو يقولوا صغار؟ نصبرهم باللي نقد ويتوعوني باذن الله وياخذوا راوي عارفين الظروف صعبة وعارفين شو يقولوا لك صغارك هلايوميت؟ يا بابا باش تاخذ العيد قلت بنيتي برا شوف هاجا زيت معايا للسوق دار هذا مليون و600 هذا مليون و800 هذا يقل علوش مليون و300 مليون و400 علوش مازال يرضع ما يضحيش قال لك 400 راه ب 800 900 يا والله حوي ما نقدرش عليك شريتها ب 300 مش ناخذ علوش حتى نتاع 600 ولا 900 وعندك ماء وعندك دواء هو كي تعرف 300 وتعرف الظروف وتشوف في الدنيا قداش غلط والزيت قديش والسكر ما ذماش والسكر في الكيلو ب 3500 وكل الناس مو في السكر تمشي على نوت يقول لك ما عطيش فماش عيد السنة لا ما تمشي السنة لا عيد ما عنديش والله والله شهيد على ما نقول هاي المخلوق ربي يعلم به وملائكة تقيد علي بن عبد الله. تحبني نقول لك انا نقول لك ربي يبعث لك قسمك. امين اجمعين لما تقول ربي يبعث لك كل ما عندوش وان شاء الله ربي نبعث لك ويرزقنا ويرزقهم وان شاء الله ربي يرجع كل احباب بخير ان شاء الله ربي يبعث تكون يفرحك. امين عايشك. امين يا رب العالمين. امين عايشك ان شاء الله. ايش نقول لك انا باش نمشي نعمل دوره بار. صغيره هكا. باهي سالك. وبعد نرجع لك. ماشي حلوا لي كل بي. باه. باهي. باه. ها؟ داكورد. اما حتى روبتك الاخرى مزيانه راه حق الحق لا مزيانه لا مزيانه كيفاش نمشي نعملوا دوره نمشي نعملوا دوره اسمع انا يمكن انا يمكن حقا حتى نعاونك على قضيه علوش ان شاء الله انا نعاونك على قضيه علوش وبعد كان تحب تذبح دجاجه ذبحتها دجاجه باهي خير ما بلاش باهي